تحيه طيبه لكل متابعينا ومشاهدين شاشه زاك روس الفضائيه، وصبحكم الله بالف خير. اليوم احنا متواجدين في شارع متنبي حول مظاهره نسويه، حول انه اسم المظاهره الكوتا لا تمثلنا. خليكم معنا نتعرف اكثر شنو موضوع الكوتا لا تمثلنا، ما معنى هذا الكوتا، ما لنا اثار شنو ندخل بالموضوع. سلام عليكم. عليكم السلام. اليوم انتم مسوين مظاهره الكوتا لا تمثلكم، احكينا على الموضوع هذا. الكوتا مو ما تمثلنا، الكوتا اصلا هي مكسب من مكاسب المرأة، لكن للأسف الشديد الإرادة السياسية ضعيفة وجبانة اتجاه إتاحة الفرصة حتى الكوتا تلعب دور حقيقي في تبني قضايا المرأة. هذا التجمع شو وقت قدرت تسويه بالوقت؟ بدأنا نهيئ له قبل حوالي 10 أيام، لأنه أساساً احنا نعرف يوم 8 آذار هو يوم أو منصة من خلالها نعبر عن آرائنا ونبصر الآخرين شنو القضايا الجدلية اللي موجودة بهذا اليوم. مو بس اليوم بس، لكن هذه مناسبة دولية للتضامن، واليوم هي جلستنا مو يعني هذه وقفتنا مو بس ويا على مود المرأة العراقية، على مود المرأة الفلسطينية وخصوصا ما يتعرض له قطاع غزة وحجم الآثار على النساء والأطفال في قطاع غزة. المشكلة حاليا تواجهوها شنو هي؟ مشكلتنا هي انه عندنا اساسا قوانين مثل قانون العقوبات العراقي به مواد لا زالت مجحفه وبها تمييز، عندنا قوانين تحتاج الى تشريع مثل قانون الحمايه من العنف الاسري، عندنا اجراءات مطلوب من الحكومه انه تاخذها بنظر الاعتبار مثل الملاذات، الحمايه، الرعايه، تمثيل في مواقع صنع القرار. اذا نلاحظ المشهد السياسي هسه التمثيل ذكوري بحت 100%، ما عندنا تمثيل لا بنواب رئاسه مجلس النواب ولا برئاسه الجمهوريه ولا رئاسه الحكومه. شكرا لك. طبعا ما زلنا. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو مشكلتكم؟ احنا نلاحظ مظاهره نسويه اليوم حول الكوتا، ما معنى الكوتا لا تمثلكم؟ يعني مثلا انتم اليوم مشاركه بالانتخابات هي الكوتا استخدمت لاغراض سياسيه، والكوتا فعلا ما تمثلنا، لان المجتمع العراقي اساسا يتقبل المراه وعمل المراه باي مجال، بالسياسه، بالاعلام، بالصحه. يعني تاريخ المرأة العراقية قديم وحافل بالمنجزات، وتستطيع المرأة أن تحصل على الأصوات بناء على كفاءتها وليس بناء على الكوتا. الكوتا تمنح للمجتمعات البدائية اللي أساسا لا تتقبل الوجود المدني للمرأة ولعمل المرأة. المرأة تستطيع أن تصعد من ضمن قدرتها وكفاءتها إلى أي منصب، يعني إذا برلمان أو غيره. لهذا نحن نتمنى أنه يكون وجود المرأة بناء على الكفاءة، لأن الكوتا أعتقد هي أضرت بالعراقية. شكرا لك عيوني. سلام عليكم. عليكم السلام. هاي المظاهرة اليوم اللي مسويها وهذا التجمع، أنه مطالبكم الرئيسية شنو هي؟ مطالبنا الرئيسية أولاً تشريع قانون العنف الأسري، مطالبة المصادقة على الاتفاقية 190 مناهضة العنف والتحرش، مطالبنا حماية المرأة، يعني قوانين تشريعية إلها، وهذه الوقفة أصلاً عن المرأة الغزية في فلسطين وما تتعرض إليه، والمرأة السودانية في السودان وما تتعرض إليه، والعالم العربي ساكت على هذه الأوضاع. فأين أين 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 الغيرة من الدول العربية، من العالم العربي؟ شكرا. السلام عليكم. السلام. اليوم مثلا نلاحظ انه تكلمت قبل قليل انه يوجد وزيره الماليه ووزيره الهجره والمهاجرين موجودات في حتى في الدوله العراقيه في الحكومه، شنو اللي اليوم اللي نشوف انه اجحاف اللي تقولوا انتم مثلا او ماكو انصاف؟ بالفعل ماكو انصاف للمراه، وحتى بالبرلمان خلوها على الركن مثل ما يقولون، لانه ما الا لا دور ولا صوت. ورغم انه المراه العراقيه حتى بالريف، حتى بالريف نلاحظها الجهل والاميه منتشر بها، ومثل ما تفضلت زميلاتي معاناه المراه العراقيه معاناه. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. انا سالت المطالب بشكل عام، هل المطالب انه بالعراق يستمع لها من قبل السياسيين؟ لا، يتم تجاهلها، يتم تجاهلها. اليوم سألت هذا السؤال، انه تقولون المجتمع ما نصف المرأة، خاصة المجتمع العراقي، احنا بنبتعد عن المجتمع الشرقي، نحكي عن المجتمع العراقي، ما نصف المرأة، هذا الكلام له صحة؟ أكيد، أرض الواقع هو اللي يشهد.
يعني احنا على طول نسمع بقتل النساء. هاي بس اللي الاعلام اللي ينقلها لنا، يا ترى الاعلام اللي مناقلها لنا ايش قد عددهم النساء اللي ينقتلن؟ شكرا جزيلا. هلا والعفو. طبعا اكيد هي المراه نص المجتمع، المراه هي الزوجه، هي الام، هي الحبيبه، هي الصديقه. طبعا اكيد ارجع اكرر انه المراه هي نص المجتمع. طبعا في ختام جولتنا هذه تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.